الوقفة الاقتصادية بنشرة السادسة. نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف حول تصنيف وكالة فيتش لمصر. وأوضح الإنفوجراف أن وكالة فيتش تؤكد تصنيف مصر مع نظرة بي موجب عند مستقبلية مستقرة، لافتا إلى أن تصنيف مصر مدعوم بسجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى اقتصادها الكبير ونموه القوي. وتابع الإنفوجراف أنه يتوقع نجاح محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد، مشيرا إلى أنه ما زال من المحتمل زيادة الإيرادات من نشاط السفر في السنة المالية 2021-2022 مقارنة بالسابقة عليها، بالرغم من انخفاض عدد السائحين الوافدين من روسيا وأوكرانيا. أكدت الحكومة على أنه تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية سيتم تطبيق المعايير الدولية للبضائع المستوردة من الخارج، وتعظيم جهود تقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال تطبيق منظومة التسجيل المسبق ACI للشحنات بالموانئ البحرية والجوية، ذلك على نحو يسهم في تنشيط حركة التجارة وتشجيع الصادرات. وأوضحت الحكومة أنها نجحت مع مجتمع الأعمال في تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، حيث انضم إليها أكثر من 32 ألف شركة و83 ألف مصدر أجنبي، وأن هذا النجاح دفعنا لبدء التشغيل التجريبي بالموانئ الجوية في منتصف مايو الجاري والتطبيق الإلزامي في الأول من أكتوبر المقبل. كشف أحدث تقرير لوزارة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال الربع الأول من العام الجاري عن قيام الهيئة باستقبال 26724 رسالة تضمنت 13559 رسالة واردات صناعية و13165 رسالة واردات غير صناعية. وقالت الوزارة أنها تعمل خلال المرحلة الحالية على تطوير منظومة العمل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ما يسهم في تسهيل حركة التبادل التجاري بين مصر ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن الفترة الحالية تشهد تطوير مختلف فروع الهيئة وميكنة كافة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين. أكد وزير البترول طارق الملا أن هناك رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق المزيد من النجاحات في مجال صناعة البتروكيماويات خلال الفترة المقبلة، لكونها صناعة القيمة المضافة وتحقق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية خاصة الغاز الطبيعي. وفي بيان وجه الملا بأهمية التنسيق والمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المشروعات الجديدة وكذلك أعمال الصيانة الدورية وأعمال التطوير الجاري تنفيذها بشركات البتروكيماويات القائمة باستخدام أحدث التكنولوجيات المتطورة لمواكبة التحديات والمتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية. تواصل صومعة سدس لتخزين القمح بمركز بيبا جنوب محافظة بني سويف استقبال محصول القمح من الفلاحين والموردين والتجار وتقديم كافة التسهيلات لهم وتوريد المستحقات المالية إليهم بعد 48 ساعة. وتعتبر الصومعة أحد المشروعات التنموية بالمحافظة والتي تم افتتاحها في شهر مايو من 2017 الماضي، لتضاف إلى المشروعات التنموية داخل المحافظة. بدأنا استلام القمح المحلي موسم 2022 بعد أجازة عيد الفطر المبارك، ثالث يوم العيد شغالين الحمد لله. اللجنة بتبدأ فرز من الساعة 8 صباحا للساعة 6 مساء، احنا الصومعة شغالة 24 ساعة الحمد لله رب العالمين في استقبال القمح المحلي. سيادة الوزير وجه في التوجيه الوزاري والضوابط الوزارية ان احنا نسلم مبالغ التوريد او المبالغ المالية للفلاح او التاجر خلال 48 ساعة. نسعى جاهدين الحمد لله رب العالمين ان احنا نورد الفلوس للتاجر او الفلاح في خلال 48 ساعه. الساعه التخزينيه هنا في صومعة سيتس 60,000 طن موزعه على 12 خليه تخزين، سعه الخليه الواحده 5,000 طن. انا جبت المحصول بتاعي هنا وسلمته وقبضت فلوسي
وتمام التمام. ونشكر سيادة الرئيس على الاهتمام الكبير بالفلاحين واهتمام زايد، وهنا 100% التسليم. تفقد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع عددا من المرافق الخدمية ومواقع العمل التابعة للهيئة، يرافقه عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقيادتها بهدف متابعة سير العمل. شملت الجولة التفقدية معدية الأفراد بالقنطرة وشركة قناة السويس للاستزراع المائي. عقب ذلك توجه الفريق ربيع لتفقد شركة قناة السويس للاستزراع المائي للوقوف على الموقف التنفيذي للمخطط العام لتطوير الشركة ومدى مطابقته للجدول الزمني المقرر. وتابع رئيس الهيئة مستجدات أعمال الاستزراع، حيث من المقرر بدء استزراع 11 مليون زريعة جمبري مطلع الأسبوع القادم. في الولايات المتحدة ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، ولكنه ظل عند مستوى يتوافق مع صعوبة الظروف في سوق العمل وتحقيق المزيد من مكاسب في الأجور. وقالت وزارة العمل الأمريكية إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة لأول مرة قد ارتفع إلى 200 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع الماضي. وكانت الطلبات تحوم دون مستوى 200 ألف منذ منتصف فبراير وسط طلب قوي على العمال. انتهت الوقفة الاقتصادية بنشرة السادسة.